السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أولى ثانوي عشاق الأحياء، بإذن الله النهاردة بندخل مع بعض في استكمال درس أو باب التصنيف، وبندخل وبنتكلم على تصنيف التقليدي والتصنيف الحديث. العلماء بتوعنا بدأوا يتكلموا في تصنيف واحدة واحدة كده من البداية. أول حاجة عندنا خالص، طبعا هنجيب دلوقتي سيرة العلماء اللي كانوا شغالين معانا. أول حاجة عندنا كان في عالم اسمه العالم أرسطو. أرسطو ده عمل إيه؟ أرسطو قسم الدنيا كلها لحاجتين، مملكتين، مملكة اسمها مملكة نباتية، أو من الآخر قال نبات، الدنيا عبارة عن نبات وعبارة عن حيوان. عبارة عن نبات، وقال إن في النباتات دي تلات حاجات: أشجار، شجيرات، أعشاب. أي تصنيف أرسطو. الحاجة التانية جه على الحيوانات، إيه؟ الحيوانات ذات دم أحمر، عندها دم أحمر، وحيوانات عديمة الدم. وهنا طبعا اتضح بعد كده إن بعض أنواع الحشرات ما بيبقاش عندها الدم. هو قسم الدنيا كده حاجتين: الحيوانات فيه ذات دم أحمر، فيه عديمة الدم. ده التصنيف اللي وصل له. النباتات الأشجار، شجيرات، وأعشاب. جه بعد كده عالم تاني اسمه كارل لينيوس. لينيوس ده عمل إيه؟ لينيوس جه وقسم الدنيا كلها لحاجتين، مملكه بقى، الممالك بقى المره دي. يعني هنا قلنا ان في نباتات اشجار شجرات واعشاب، وحيوان دم ما فيش دم. انما لينيوس عمل ايه؟ لينيوس جه وقال ان في حاجه اسمها المملكه النباتيه بقى، حاجه اسمها المملكه الايه؟ الحيوانيه. قسم الدنيا كلها لكام حاجه؟ حاجتين، مملكة نباتية، مملكة حيوانية، ما مش أكتر من كده. يعني أي كل ما هو نبات حطه في النباتية، كل ما هو حيوان حطه في الحيوانية. طيب بعد بقى ده كله، طبعا ده تصنيف تقليدي قديم، بدأ مع الاكتشافات والتطور والمجهر الإلكتروني واكتشافات وأحداث وحيوانات كتير تكتر وكائنات كتير تكتر وكائنات دقيقة تكتر، جالنا عالم روبرت فايتكر. روبرت فايتكر عمل إيه بقى؟ فايتكر ده قسم الدنيا لخمس ممالك، لكن بدائيات، طلائعيات، فطريات، نبات، حيوان. روبرت فايتكر عمل خمس حاجات: بدائيات، مملكة البدائيات هنتكلم فيها دلوقتي، طلائعيات، فطريات، نبات، حيوان. وهو شغال لأن في بعض الكائنات لا تخضع للتصنيف، ما ينفعش تتحط لا تبع بدائيات ولا طلائعيات ولا نبات ولا حيوان. مين دي؟ اكتشف ان في حاجه اسمها الفيروسات، حاجه اسمها الفيرويدات، كائنات دقيقه ضاره، حاجه اسمها البريونات، لان معظمهم بيبقى موجود في صوره متبلله طول ما هو بره جسم الكائن الحي. طول ما هو بره جسم الكائن الحي يوجد في صوره متبلله، يعني من الاخر كأنه ميت. إذا وجد داخل جسم الكائن الحي واتطفل على الكائن أو على العائل ودخل أصابه بحاجة، يبقى ده عبارة عن كائن حي. يبقى حياته الحقيقية بتظهر طول ما هو متطفل على الكائن. مش متطفل على الكائن، إيه اللي يحصل؟ خلاص، ما دام ما اتطفلش على الكائن يبقى هو في صورة ميتة، فيجمع بين صفات كائنات حية وغير حية. عشان كده قال مش هينفع يخضع لتصنيف ممالك الكائنات الإيه؟ الحية. طيب بنسيب ده بقى ونروح مع بعض على مملكة البدائيات. شوف كده مع بعض بدائيات. أولا البدائيات بتتكلم في الكائنات الدقيقة أو أدق كائنات على سطح الأرض. هي كائنات معظمها يا جماعة بتبقى بكتيريا. طبعا أنت عارف إن البكتيريا دي منتشرة في كل حتة، في الهواء والماء والغذاء وعلى الأسطح وفي كل حتة لدقة حجمها. طبعا بتتكلم في كائن غير راقي، فتبدأ بالأقل رقيا. دايما بدائيات أقل رقيا، ثم الطلعيات أعلى شوية في الرقي، فطريات أرقى شوية، نبات أرقى، الحيوان أرقى حاجة. فالبدائيات بتعيش مفردة أو في مستعمرات كائناتها، يا إما الكائن يعيش لوحده أو في مستعمرة مع كائنات إخواته. الجسم بيكون وحيد الخلية زي ما قلنا، دقيق ووحيد الخلية، التركيب بسيط زي ما أنت شايف. النواة أولية، يعني نواة أولية يا حبايبي؟ نواة أولية، احفظ كده معايا، نواة أولية يعني بتتكلم في إن الخلية موجودة بس مفيش غشاء نووي. يعني حتة إن أتكلم في غشاء نووي كده، دي اسمها نواة حقيقية النواة، اللي عندها غشاء نووي بيحوط على محتويات النواة
وبيفصل النواه عن السيتوبلازم دي اسمها حقيقيات. امال مين هي الاوليات اللي بيتكلم عنها؟ الاوليات اللي بيتكلم عنها بيتكلم على حاجات او كائنات عندها الخليه وعندها الدي ان بتاعها، الدي ان بتاعها في الماده او الماده الوراثيه بتاعتها موجوده في السيتوبلازم عادي. هنا الدي ان بتاعنا في النواه هنا زي ما انت شايف. يبقى الكائن اللي هو حقيقيات الدي ان ايه جوه النواه. اوليات مفيش نواه اصلا، الماده الوراثيه عايمه في السيتوبلازم غير محاطه بغشاء نووي خلوي. ده يدل على ايه؟ التطور زي ما هو كاتب لك كده. طيب جدارها الخلوي، كلنا عارفين الجدار الخلوي كان موجود في الخلايا النباتيه وكان فيه سليلوز. هنا قال لك لا سليلوز ولا بكتين، يعني الرقي معدوم. كمان العضيات الغشائيه اللي موجوده في الخليه زي ميتوكوندريا، ساعات بعض الكائنات بيبقى عندها صعوبه في انتاج الطاقه لغياب الميتوكوندريا. البلاستيدات مش موجوده، جهاز جولجي شبكه اندوبلازميه مش موجود، كل ده مش موجود. فدي كارثه يدل على قله الرقي، يدل على انها تحصل على الطاقه بصعوبه، وكائنات بتبقى معظمها متطفل عشان كده. طيب نشوف مع بعض كده التصنيف بتاعنا. البدائيات عباره عن حاجتين، مجموعتين مختلفتين. حاجه اسمها البكتيريا القديمه، كلمه بكتيريا قديمه يعني ما بقاش في منها كتير، يعني بكتيريا بتعيش في الظروف القاسيه. قال لك اهو ينابيع مياه الحاره، تلاقي ممكن تعيش في درجه حراره توصل ل 80 و90، وده حقيقه على فكره، انزيماتها تعمل في 80 و90، تخيل. طيب بيئات خاليه من الاكسجين بيسموها بكتيريا لا هوائيه، بتتنفس تنفس لا هوائي. بيئات عاليه الملوحه يعني عايشه في بيئات قاسيه. طيب فالخليه تعيش في بيئه قاسيه لازم غشاء الخلوي بتاعها وجدارها الخلوي يكون مختلف في التركيب عشان يتحمل شويه، يبقى مختلف عن البكتيريا الحقيقيه اللي انا اشوفها دلوقتي. في النهايه غشائها الخلوي وجدارها الخلوي مالهم؟ ايوه المفروض بيبقوا اقوى شويه في القوه والتماسك والصلابه وكده عشان يتحملوا هذه الظروف. طيب دي البكتيريا القديمه. طب ايه البكتيريا الحقيقيه؟ بص يا سيدي معايا، ادي البكتيريا الحقيقيه معاك. بكتيريا حقيقيه يعني من الاخر بتتكلم في كائنات اعلى في الرقي، بدليل ان انت هتشوف دلوقتي حالا ان في منها ذاتي ومنها غير ذاتي. بص كده التغذيه الذاتيه زي البكتيريا الخضراء المزلقه، يعني عندي نوع من البكتيريا اسمه بكتيريا خضراء مزلقه ومنها النستوك. ادي النستوك يسموه الكائن السبحي، بيبقى شكل السبحه كده، خلاياه شكل السبحه. النستوك بكتيريا خضراء مزلقه وعندها اصباغ خضراء ومزلقه، وبالتالي لها قدره على التصنيع الغذائي بالبناء الضوئي ذاتي التغذيه. والبعض الاخر غير ذاتي، يعني البعض الاخر ممكن يتطفل عادي زي البكتيريا، معظمها بيكون متطفل علينا يعني. ومنها ثلاث اشكال بقى، في منها البكتيريا الكرويه عصويه شكل العصايه الصغيره، حلزونيه لولبيه ها قدام عينيك، ودي الكرويه جسمها صغيره. طبعا زي ما قلت لك في اول 5 دقائق في الحصه ان البكتيريا منتشره في الهواء، في يابسه، في ماء، معروفه دي. طبعا طريقه التكاثر لا جنسي بالانشطار الثنائي. ليه لا جنسي بالانشطار الثنائي؟ عشان هي خليه واحده. طب شاتل ثنائي الخلية تبقى خليتين، خلاص تكسرت، يعني الكائن ده خلية واحدة، يعني شاتل إلى اتنين بقى خلاص كائنين. سهل خالص. طيب ادي لك البدائيات، خليك عارف تيجي تصنف هتصنف حسب الشكل. بكتيريا كروية عصوية حلزونية، حسب الشكل هو ده اللي بيفرق التصنيف بتاعنا. طيب خش بقى معايا على أسئلة مهمة على طول، ناخد كده أسئلتنا أول بأول على الجزء اللي بيخلص. بيقول لي فيما يختلف النستوك عن البكتيريا القديمه. والله النستوك والبكتيريا القديمه، البكتيريا القديمه حاجات عايشه في نبيع المياه الحاره، خلايا الاكسجين، عاليه الملوحه. النستوك عباره عن كائن ذات التغذيه زي ما انت شايف، وبكتيريا حقيقيه وعايش في بيئه عاديه. فدور معايا. نواه اوليه؟ لا، الاثنين نواتهم اوليه. خلاياه ما عندهاش سيلوز؟ الاثنين تبع البدائيات اللي ما عندهاش سيلوز. يحتاج الى ضوء الشمس استمرار حياته، طبعا النستوك ذات التغذيه فلازم ضوء الشمس عشان يعمل بناء ضوئي. ياخد سيتوبلازم من بعض العضيات؟ لا، كلهم كده. فانا رايي بقى خلاص ان احنا بنختار جيم، سهل خالص. تانية، مدى صحه العبارتين التاليتين، البكتيريا القديمه معظمها لا هوائيه، بينما الحقيقيه بعضها ذات التغذيه. والله البكتيريا القديمه لسه قايل لك بتعيش في بيئات خاليه من الاكسجين، خلاص يبقى لا هوائي، تنفس لا هوائي، يعني بتتنفس في قله من الاكسجين يا جماعه، عشان كده بتنتج طاقه بسيطه. طيب بينما البكتيريا الحقيقيه بعضها ذات التغذيه،
اه يا عمي، ما احنا خدنا النستج ذاتي وفي منها غير ذاتي، احنا قلنا كده خلاص يا سيدي. سهلة، العبارتان صحيحتان وبينهما علاقة. وادي مملكة البدائيات ما خدتش مننا 10 دقايق على بعض، سلسة جدا واسئلتها واضحة جدا. يلا يا حبايب قلبي، تعالى يلا نشوف مع بعض حاجة كمان. بص معايا كده، مملكة طلائعيات. طلائعيات يبقى دخلت في الرقي الأعلى شوية، لازم تتكلم في حاجات منها الوحيد، ولازم يظهر معاك عديد ما دام في تعقيد بقى. يعني تعقيد يعني من الآخر في تطور في التركيب بتاع الجسم. هتلاحظ معايا حاجة مهمة جدا، إن بدأ يظهر إيه؟ بدأ يظهر تطور، وبالتالي ظهرت عديد الخلايا. إنما حقيقية يعني محاطة بغشاء نووي، ده دليل على الرقي والتطور. طيب ها ها طيب، تختلف عن النبات والحيوان في أنها غير معقدة التركيب. يعني إيه معقد؟ يعني أنت مليان أجهزة. أنا غير معقد يعني أنا مش مليان أجهزة. بقيت لاقي سنة بس مش لاقي قوي. بالنسبة للنبات والحيوان هم عندهم أجهزة معقدة، فبالتالي التعقيد عندهم كبير، يبقى الرقي والتطور عندهم كتير. طيب، بعضها له جدار خلوي وبلاستيدات، بدأ يظهر عندها الحاجات اللي كانت غايبة في البدائية. ماشي. الطلائعيات تصنف إلى عدة شعب. عندي أولاد حيوانية، 4 شعوب هقدم عليك. أولاد حيوانية، يوجلينيات أو يوجلينات، طحالب ذهبية، طحالب نارية. يبقى أنا عندي 4 شعب. خلاص كده؟ طيب، ال4 شعب دول الوحيدة منهم اللي متقسمة لطوائف، لأن إحنا طبعًا عندنا التصنيف عندنا بيمشي إزاي؟ زي ما أنت قلت لك الحصة اللي فاتت. مملكة، شعبة، طائفة، وكمان ممكن ألاقي تحت طائفة اللي هي طويفة، وبعدين رتبة، وبعدين ممكن ألاقي تحت شعيبة برضو، تحت شعبة اللي هي شعيبة، ممكن ألاقي رتبة، ممكن ألاقي جنس، عائلة، فصيل، مركز نوع، يعني بنزل. خلاص. تعال بقى نشوف التصنيف الوحيدة للأوقات الحيوانية اللي عندها 4 طوائف. لحميات، هدبيات، صوتيات، جرثوميات. تعال نشوفهم. طيب، تشوفهم إزاي؟ والله تعال نشوف كل واحدة فيهم بقى. أدي أول شعبة معانا اللي هي أوقات حيوانية. تعال يا حبيبي بص معايا. الأوقات الحيوانية بعضها يعيش حر في صورة مفردة أو في مستعمرات، يا مفردة يا مستعمرة مع الحيوانات إخواتي زي ما قلت لك، بالمية العذبة والملحة والأرض، يعني مية عذبة أو مية مالحة أو طين، أرض رطبة، أرض رطبة يعني الطينية. منها اللي بيطفي العنبات أو الحيوان ويعمل لهم أمراض، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. مجهرية وحتة الخلية، كسورها جنسي ولا جنسي، كل ده كلام المفروض بتبقى أنت حافظه، خلاص ده حفظ رسمي كده. طيب، الحيوان المجهري وحيد الخلية تبقى عارف ان هو عبارة عن كائن رقيه قليل بالنسبة لغيره، بس خليك عارف ان هنا الظهور للحاجة بيثبت رقيها عن البدايات، وهوريك دلوقتي. لما شفت كلمة جنسي دي اعرف ان في رقي ظهر، ان الجنسي دايما مع عدم الرقي. في هنا بقى تصنيف، وفي اساس تصنيف. أوقات حيوانية تصنف إلى 4 طوائف. قلت لك عليهم لحميات، هدبيات، صح؟ كلمنا من شوية. طيب، حسب وسيلة الحركة. يبقى أساس تصنيف الأوقات الحيوانية ل4 طوائف حسب وسيلة الحركة. 1، اللحميات أو اللحميات. الحاجة الأميبا. الأميبا كأنها قطعة لحمية بتتبجع كده، بيحصل منها إنها تفرد جسمها، تحرك جسمها. القصه بتاعت التفريجه دي، بتحاول تفرد في جسمها دي كده، بيمتد من سيتوبلازمها امتدادات مؤقته تشبه الاقدام، بيسموها اقدام كاذبه بتتحرك بيها. يبقى يلا عندها حركه باقدام كاذبه اللي هي امتدادات مؤقته من الجسم، لان جسمها اصلا مستدير، خليه مدوره، بس بيتفرد منها الحته دي. احفظ بقى حاجات مهمه. عندها نواه لانها خليه وحيده. متنساش ان عندها فجوه منقبضه، لان دي بتيجي اسئله. الكائنات اللي عندها فجوه منقبضه الاميبا. صنف الاميبا بقى، ملكه الطلائعيات، شعبه الاوقات الحيوانيه، طائفه اللحميات، النوع الاميبا. خش اللي بعدها، الهدبيات. الاهداب وسيله الحركه زي البراميسيوم، الرموش بيتحرك بيها، اهداب صغيره. عنده شبه بينه وبين الاميبا في فجوه منقبضه، ذاكر الحاجات دي. عنده نواتين صغيره وكبيره، هي عندها نواه واحده. عنده جزء بيلتقط بيه غذائه اسمه ميزاب فمي صغير، يبقى بيتحرك بالاهداب اللي بتحوط بالجسم. سهله. صنف الاستاذ براميسيوم مملكه الطلاعيات، شعبه اوقات حيوانيه،
طائفة الهدبيات النوع البراميسيوم، خش على غيره. طائفة الصوتيات سين ووطا يعني صوت، كرباق، ديل، بتحرك بالديل، أصوات بتحرك بالزيول. طيب مالها؟ بتطفل على الإنسان وتسيبه بالأمراض زي التريبانوسوما. أدي ثعبان، التريبانوسوما هو مش ثعبان ولا حاجة، هو طفيل دقيق لا يرى إلا بالمجهر، بس شبه التعبان لأنه عنده ديل بيتحرك بيه، وبتطفل على كرات الدم الحمراء في الإنسان ويسبب مرض النوم. وأسف في اللفظ اللي هقوله، التريبانوسوما دي عبارة عن بسقة تفة، تفتها في جسمنا أو في دمنا ذبابة اسمها تيسي تيسي. ذبابة تيسي تيسي بتف التريبانوسوما، الطفيل ده موجود في بقها كده، وينزل في دم الإنسان لما تلدغه ويسبب مرض النوم، اللي ما خدش مصل يموت، مرض النوم حتى الموت. طيب يبقى أدي اللي كانت بتعمل أمراض اللي قلت لك عليها من شوية في الخصائص العامة ليها. صنف التريبانوسوما، لأن ده المثال عندي، مملكة الطرائيات، شعبة أوعية حيوانية، طائفة صوتيات، النوع التريبانوسوما. آخر طائفة معايا الجرثوميات، وهنا الجرثوميات لأن أطوارها اسمها الجراثيم، يعني في مراحل كده اسمها مراحل جرثومية. أولا البعوضة دي اسمها بعوضة الأنوفلس، بس مش دي المثال بتاعي، آسف في اللفظ، المثال بتاعي هو التفة بتاعتها، هي بتصب في دمنا لما تلدغنا أشكال اسمها البلازموديوم، اسمه بلازموديوم الملاريا، اللي بيعمل مرض حمى الملاريا. إفريقيا مليانة زي ما أنتوا عارفين، ما عندهاش وسيلة حركة، هي بتمشي في الدم كده، بتمشي مع الدورة الدموية. البلازموديوم زي ما أنت شايف شكله مدبب كده ومغزلي، أطوار جرثومية تنتج أطوار تسمى الجراثيم، ما عندهاش وسيلة حركة، وطبعا ده اختلاف في الوسيلة. يلا مملكة الطرائيات، شعبة أوعية حيوانية، طائفة الجرثوميات، النوع البلازموديوم، بيعمل مرض الملاريا زي ما انت عارف، حمى الملاريا. ادي اول شعبة أوعية حيوانية. خش معايا على اسئلتك يا كوتش. يلا وحش، قول لي بالاستعانة بالشكل المقابل، اختر الإجابة الصحيحة. اي هذه الكائنات تعتبر كائنات ممرضة؟ اتخذت من شوية الممرضة التريبانوسوما والبلازموديوم، تريبانوسوما وبلازموديوم. تعالى بيقول لي سين ثنائي النواة، وحيد الخلية حقيقي النواة، ثنائي النواة الوحيد اللي خدناه الأخ العسل بتاعنا البراميسيوم، اهو صغيرة وكبيرة. طيب ليس له شكل محدد، وحيد الخلية حقيقي النواة غير ذاتي، معاك أميبا أكيد أكيد، بس مالهاش شكل محدد عشان بيخرج منها أقدام كاذبة. طيب تكاثر بالجراثيم، معندكش حد بيتكاثر بالجراثيم غير الحج بلازموديوم، اها طوار تسمى الجراثيم. طيب مين فيهم بيعمل يعتبر كائن ممرض؟ تعالى بسرعة، سيادتك كده عارف ان هو اكيد عين، اللي هو بيتكاثر بالجراثيم، اكيد قصده على البلازموديوم. ولأي هذه الكائنات تستطيع العيش حرة؟ يعني حرة يعني بتتطفلش على حد. والله سهلة، سين وعين، اللي هم ما ظهرش ان هم بيتكسلوا بالجراثيم ويعملوا امراض، سهلة بقى. ها سين، اسف، سين وصاد، اقصد سين وصاد يا جماعة اللي هم فوق، لان عين طلع هو اللي عامل المشكلة، يبقى جابت تبقى سين وايه، سين وصاد. ليه سين وصاد؟ والله عندك اميبا وعندك براميسيوم، هنا الاصابة او التطفلات مش موجودة، فبعيش معيشة حرة. طيب تعال اخد غيره، شعبة اليوجلينيات. اليوجلينيات زي اليوجلينا، مثال اليوجلينا عندنا، كان بيجمع بين النبات والحيوان، عشان كده ما كانش يتحط في نبات ولا حيوان، روبرت فايت كان حطه في طلعيات. هنا عندي بقع عينية خلاص، وعندي صوت اللي هو كرباج بتحرك بيه، فانا كده عندي صفة حيوانية تبع الحيوان كده. طلع عندي بلاستات خضراء وكده بعمل بناء ضوئي، فكده عندي صفة نباتية، فاليوجلينا تجمع مزيجا بين الصفات النباتية والايه والحيوانية، اهي خلاص. طيب اميبا وبراميسيوم يوجلينا كده اختلفوا في وسيله الحركه، الاميبا اقدام كاذبه، براميسيوم اهداب، يوجلينا اصوات. سهله، سؤال بيجي في الامتحان برضو. خش معايا على الطحالب الذهبيه، وكلمه طحالب ذهبيه يعني الطحالب اللامعه، واللامعه بتاعتها عشان عندها جدار شبه زجاجي من ماده السيليكا، جدار رملي كده خلاص. طيب
مشهوره باسم الدياتوماتي، بالطحالب الذهبيه المشهور بتاعها الدياتومات، وهي ذهبيه ليه؟ لا ذهب ولا حاجه، فالصو بتلمع لمعه زي الذهب، لان في ماده معدنيه اسمها السيليكا تبقى موجوده في الجدار بتاعها. جدار شبه زجاجي يحتوي على السيليكا فبتنور شويه. طيب لها اهميه اقتصاديه، ودي موضع امتحان يا جماعه، انها مصدر مهم للغذاء والحيوانات البحريه الاخرى. غذاء وحيوانات بحريه، تبقى عارف ان هي اهميه اقتصاديه، لان هي من ضمن البلانكتون اللي هو الحلقات الاولى في الغذاء، الاسماك الصغيره بتتغذى عليه. خلاص يلا يا عم، عايزين نصنف الدياتومات. مملكه الطلائعيات، شعبه الطحالب الذهبيه، النوع الدياتومات. يلا شفت الطحالب النارية. الطحالب النارية زي ما انت شايف اللون الاحمر ده، عندها صبغة حمراء وبتبقى عددها كبير جدا، بتبقى عندها هيجان رهيب في البحر كأن البحر مولع. خلاص ها بحار ومحيطات، طبعا هائمات نباتية، مدام هائمات بلانكتون نباتي، مدام نباتية يبقى عندها قدرة على البناء الضوئي، وعندها لون احمر لان عندها صبغة احمر جنب كلوروفيل. بناء ضوئي يبقى كلوروفيل زي ما قلت لك، بس صبغة احمر يديها اللون ده، وبالتالي بتظهر شكل النار مع كثرتها. طبعا المثال بتاعها الطحالب ثنائيه الاصوات، يبقى انا كده عندي كائنين حتى الان تحركوا بالاصوات، التليبانسومه في الاوقات الحيوانيه من شويه، والطحالب ثنائيه الاصوات، والاثنين في الطلائعيات زي ما انت واخد بالك. اكبر مجموعه من الطحالب الناريه عندها صوتين. طيب حوار بقى المد الاحمر اللي قلت لك عليه، بص كده بحار المحيطات تلاقي الميه لونها احمر بسبب ان في كتير من الطحالب ثنائيه الاصوات المصبوغه بالاحمر دي. المياه لما تدفى والغذاء يتوفر عليها تكتر بسرعه رهيبه قوي، تبدا للاسف تفرز مواد سامه تموت الاسماك. للاسف دي كارثه، مع ان سبحان الله ممكن تبقى غذاء للاسماك، بس مع كثرتها تفرز ماده سامه تعمل نفوق اسماك. المهم هي دي طحالب ناريه، عشان كده كثرتها تعمل لون احمر. يلا نشوف اسئلتنا اللي موجوده معانا. ها بيقول لي بالاستعانه بالشكل المقابل. الشكل المقابل، الف عنده بقع عينيه، اللي عندها بقع عينيه قلنا انها ليولينا، باء به نواة أولية بس ذات التغذية وحيد الخلية. والله نواة أولية ذات التغذية وحيد الخلية، أنت كده بتروح على النستك، ما هو بدائيات. طيب يبقى احنا بنتكلم في ألف، ممكن تبقى مين؟ ألف تبقى يوجلينا، هنا نستك خلاص. طيب وجيم بروح على طفيل وبروح على صوت. طفيل وصوت، ما خدتش غير التريبانوسوم طفيل وصوت، سهلة. تعالى كده يلا خش معايا. انا بالشكل المقابل، اي مالي قد يمثل الكائن الحي؟ الف، الف قلت لك عليه يوجلينا بقع عينيه. طيب قد يمثل الكائن الحي باء، باء قلنا مفيش غير النستك لانه وحيد الخليه وذات التغذيه، وكمان عندك اوليه يبقى بدائيات نستك. طيب اي مالي قد يمثل الكائن الحي؟ جيم، جيم ابو طفيل وصوت تريبانوسوما، يبقى عندك كده خلاص خدت لي دي كده، ها يوجلينا نستك تريبانوسوما، اسئلتك سهله. طيب شوف مع بعض السؤال التاني كده بيقول ايه. اي مما يلي صحيح عن الطلائعيات؟ الطلائعيات بتاعتي هل هي اويات نواه؟ اقول لك لا، طلائعيات حقيات نواه احنا خدناها من شويه، يبقى طير الف وجيم بره اللعبه. حقيات نواه وجمعها غلزتي، ولا حقيات نواه ومعظمها وحيد الخليه؟ لا، حقيات نواه وجمعها غلزتي ما تنفعش، ان احنا خدنا كائنات زي لوجلينا ذاتي، صح كده؟ يبقى مش جمعها غير ذاتي، بعضها يا عم غير ذاتي، ماشي خلاص. يبقى الاجابه دال قدام عينيك بكل سهوله، حقيات نواه ومعظمها وحده الخليه. يلا يا باشا خش على غيره. اخر سؤال معايا اللي هو بيقول لي قام احد الباحثين بفحص عينه، قام احد الباحثين بفحص عينه من ماء بركه باستخدام ميكروسكوب ضوئي مركب، فتعرف على بعض الكائنات وحده الخليه والتي تحتوي على امتدادات تخرج من الجسم، امتدادات ما شفتهاش غير في الاميبا. وهقرا للاخر عشان اريح نفسي. اثناء الحركه فماذا يحتمل ان تكون هذه الكائنات؟ فماذا يحتمل ان تكون هذه الكائنات؟ يا عم امتدادات من الجسم مؤقته ما شفتهاش غير في الاميبا. اجابتي سهله. وبكده يا حبايب قلبي الدلسنا الصغير اللي لازم يخلص بسرعه خلص بسرعه، ودلسنا الصغير اتفهم ان شاء الله بسرعه، وحلنا اسئلته اللي موجوده. ربي يكون وفقت معاكم
إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير، ميعادنا الحصة الجاية أو الدرس الجاي مع مملكة الفطريات ومملكة النبات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.